اسمحوا لي ارحب بالنجمه الكبيره الاستاذه صفاء ابو السعود. يا استاذه صفاء اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا مبروك بيك. التكريم. ميرسي ميرسي يا استاذ عمرو على التقديمه الجميله اطلاقا، دي اقل حاجه اقولها. قدها يعني. العفو. الف مبروك وكل سنه وحضرتك طيبه. الله يبارك فيك، وكل سنه وانت طيب. وحاجه جميله طيب. ملاحقه الحدث كده مباشره بعده، يعني حاجه حلوه والله. بنتعلم من حضرتك اكيد يعني. لا العفو، زي بقى من مصر لازم يطلع حاجة جامدة يعني. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. قد إيه إحنا كنا سعداء ومبسوطين النهاردة وإحنا بنتابع الاحتفالية دلوقتي والأوبرات الجميل والحضور الرائع، يعني حقيقي وحشتينا. الله يخليك، ميرسي جدا. إن شاء الله تكون حاجة حلوة عجبتكم جدا. هي الحقيقة الأغنية اتعملت بسرعة طبعا، هي كلمات الأستاذ أيمن بهجت قمر طبعا، وألحان الملحن محمود طلعت، وطبعا هم عملوا شغل جميل معايا، والأطفال كانوا رائعين جدا. أنا عجبني قوي الأطفال كمان اللي معانا، والمدرب اللي كان معانا برضو على فكرة هو يشارك، وهو من لبنان يعني. المصمم من لبنان. الحقيقة العمل كله مبهر، وجود حضرتك والأداء والصوت وكل حاجة، يعني الحقيقة كان في حالة كده من النشوة جميلة يعني. الله يخليك، أنا يعني دي مكافئتي ودي جايزتي. العفو. والله إعجاب الناس، إعجاب الجمهور، إن الواحد يشارك فعلا في يوم المرأة ده يوم مهم جدا طبعا، لانه يعني تعرف المجتمع كله لازم زي الطائر كده اللي ليه جناحين، المراه والرجل طبعا. فاحنا الجناح الثاني بقى اكيد يعني الجناح الاولاني يا فندم يعني. مش الثاني يعني. شايفه ازاي حضرتك؟ اتفضلي. طب اتفضلي. اتفضل. لا والله كنت هسال حضرتك، متشكر. كنت هسال حضرتك شايفه ازاي المراه دلوقتي، شايفه ازاي مبادرات المراه وكمان المبادرات المعنيه بالفتيات؟ شوف النهارده فتيات صغيرات السن شيء عظيم وشيء رائع جدا، يعني شايفه التطور ده ازاي؟ والحقيقه تطور، يعني عايزه اقول، مش عايزه اقول انها طفره، لا دي حاجه كانت موجوده بس طلعت شفناها. الوقت اللي احنا فيه يعني ده معاد طلوع المواهب والطاقات الحلوه والمحبه، خد بالك، اللي بيساعدوا في المجتمع وفي البيئه وبيقدموا الخدمات الجميله جدا دي، طبعا شيء عظيم. وبعدين احنا شايفين طبعا المراه بقت قد ايه مهمه في المجتمع، قضيه في مجلس الدوله وكيل نيابه وحاجه عظيمه يعني. ووزيرات يعني كل المهن استطاعت المراه انها تثبت وجودها، سواء وحتى كمان الشخصيات اللي عندها بعض الاعاقه او الحاله المرضيه اثبتوا جداره لما خدوا فرصه حقيقي. وبعدين المراه دايما هي، انا عايزه اقول، هي اللي بتبني، يعني هي أساس، هي المدرسة اللي قال عليها أحمد شوقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأكيد المرأة دورها يعني حلو ومهم، هي نص المجتمع وبتربي النص الثاني أكيد، طلع كل ده. وهي يعني عايزة أقول إنها جزء مهم للرجل في طبعا. المجتمع طبعا. يعني طبعا. الرجل لوحده ما نقول لا، والمرأة برضه لوحدها لا، الاثنين عشان الجيل يطلع طبعا. بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي طبعا، يعني هم طبعا سعداء اكتر من الاجيال اللي قبل كده اكيد. وعايز اقول لحضرتك كمان احنا برضو يعني سعداء جدا، ومش يعني خليني بقى اسال حضرتك، يعني نتوقع ان الاوبريت ده والاحتفاليه دي تكون بدايه، مش عايز اقول عوده لانك دايما معانا، ولكن لان احنا نستمتع تاني بحاجات وبفن نجمتنا الكبيره صفاء ابو السعود مره تانيه. الله يخليك. وطبعا انا طبعا يشرفني ان انا اشترك في حاجه زي كده، وطبعا اول ما بتجيني كلمات حلوه، لحن حلو، فرصه حلوه لاني اشارك او اساهم في حاجه، فطبعا انا حاضره طبعا. انما لما بتجيني مجرد حاجات عاديه يعني ممكن كل الناس تعملها، يعني كل شخصيه أكيد. ليها مجالها وليها بارقها في منطقتها يعني اكيد. فانما طبعا بنعرف الفنان بيعرف يعمل كل حاجه طبعا، بس الواحد بيفضل انه يعمل الحاجه اللي هو بيحبها واللي بيلمع فيها.
مش بس طبعا لو بيلمع، جالي ده حد زي كده بيتألق. طبعا ما اتاخرش ابدا. اكيد اكيد. يعني مره تانيه حقيقي احنا سعداء بان احنا نشوف حضرتك مره تانيه، سعداء بوجودك معنا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، وانا الحقيقه فرحانه جدا اولا بالتكريم ده. انا على فكره اول مره اخد التكريم، مش عشان يعني عشان كنت حاسه انه احب اخد تكريم في مناسبه كويسه ومناسبه عظيم حلوه. عظيم. الحقيقه حرم الرئيس عملت الاحتفاليه دي بشكل جميل جدا وبشكل فيه انصاف لكتير من اللي تقدموا في الحفله اللي هم اخذوا التكريمات، صحيح كان يعني في نوع من الانصاف. وبعدين الفن دوره على فكره زي ما انت قلت مهم جدا، طبعا. يعني الفن ده شيء جميل في الحياه ويخفف كتير من القضايا والضغوط اللي عندنا، فهو جزء من بهجه طبعا المجتمع ومن الطاقه الايجابيه للمجتمع. اكيد. ودور انا تربوي شايفه كده. عظيم ودور قيمي عظيم جدا اتعلمناه طبعا، يعني من خلال الفن، من خلال اللي الله قدمتوه يسلمك، لينا يعني. ميرسي جدا. مره اشكرك تانية، جدا مره تانية واتمنى بشكر يعني حضرتك. اتفضلي مع حضرتك، سامعيني، اتفضلي فن مع حضرتك. لا لا انا بقول يعني بشكرك وبشكر طبعا كل المشاهدين وكل اللي مبسوطين من الايتم البسيط اللي قدرت اساهم بيه في هذه الحفله، وان شاء الله ممكن نعمل حاجات تانيه إن شاء باذن الله، الله. إن شاء الله ان كلنا شاء الله منتظرين، منتظرين. ان شكرا شاء جزيلا الله. لنجمتنا الكبيرة الأستاذة صفاء أبو السعود، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.